السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ هلا وسهلا بكم، مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله نشارك معكم مشتريات كاريفور، واللي سبق اللي عملت معكم مؤخرا واحد ثلاثة البلوكات في ميركادونا وفي ليديل وفي كاريفور. وتبارك الله هذا الموسم هذا دراء السنة كيجيبوا اواني جديدة، كيجيبوا ديكوراسيون جدادين، كنغتنموا الفرصة كتكون فيهم تخفيضات، ولكن باقي التخفيضات ما جاوش الكبارين كبارين. كيبدا عندنا تخفيض الملابس تقريبا في شهر واحد نهار سبعة فيه. كما قلت لكم اخواتي غنشارك معكم مشترياتي، فرحت براسي هذه المره، ما استخسرتش في راسي هادشي هذا، لان من عشاق انا الاواني ومعشاق الديكورات. ان شاء الله غنشارك معكم بالتفاصيل شنو شريت كامل، بقاو معايا. غنبدا معكم اخواتي، شريت هاد الطبيصلات هادو اللي كنت شاركتهم معكم في كاريفور. انا شريت 6 من الحاجه هادو في اللون الذهبي، كنتمنى تكون اضاءه واضحه، لان كنت باقي قلت لكم انا ملي كنت فرجت الصالون كنت كنشري دائما الوان يعني نقريه فضيه. هذا في الدوغي، دابا الدوغي معروف طوندونس وتبارك الله في الموضه. انا غنوريكم غير مشترياتي، ولكن بعد غنفرش لكم طاوله المائده وكيفاش كيجيو. شريت هادو هما اللي كيجيو تحت الطباسل، كيسميهم باخو بلاطو هنا في اسبانيا. شريت لهم هاد الفراشات هادو اخواتي، هادو الثمن ديالهم في كاريفور 3 أورو 70 سنتيم، 3 أورو 70 سنتيم للحبة. هانتوما كتشوفو هنايا كيجيو مغلفين بالثوب، وهنايا فيهم هاد الموزونات هادو أولا البيرلات مذهبين وكاينين منقرين. هادو شريتلهم هاد الطبيصلات اللي كيجيو أول حاجة كيجيو هايدا كما كتشوفو معايا أخواتي، وهادو هما الثمن ديالهم 3 أورو و50، يعني تشوفوهم عندي في البلوك وصورت لكم. ومن بعد شريت هاد الطبيصلات هادو اللي كيجيو فوق منهم، شريت هاي كخام فيها 18 حبة، كيجيو 6 كبارين و 6 صغارين و 6 غارقين. انا غنوريكم اخواتي، ها هما كيجيو الحاشيه ديالهم عندهم هنا في الذهبي، عجبوني بزاف. وهما اللي كيجيو هيدا، انا غنزل لكم نور لكم الطريقه كيفاش كيجيو بهم. مهم هذه الثمن ديالها يعني 18 حبه كخم كمولات، الثمن ديالها 30 أورو. وشريت معاهم اخواتي هاد كبات دي كريستال كيحمقوا، عجبوني بزاف بزاف بزاف. كاينين فيهم الاحجام، حجم كبير وحجم صغير، وها هما الماركه ديالهم كريستال، مكتوبه فيهم كريستال داركيس باري وفرنسا، مزيونين كيحمقوا حتى هما، كيجيو في الحطه. كنتمنى يعجبوكم وعطيوني رايكم واش مزيونين ولا لا. شريت الكوبات وشريت لهم حتى الكيسان ديالهم، ها هما الكيسان، معروف على المائدة الاكل اللي كتكون شيك ومزيونه فحال شكل التريطورات. كيعملوا الكوبه اللي كيكون فيها العصير والكاس قدامه اللي كنشربوا فيه الماء، ها هما. هادو الثمن ديالهم 3 أورو من الواحد، 3 أورو الواحد، كنظن كخا كتجي شي 17 أورو، 17 أورو ما يعادل 170 درهم، 3 أورو ما يعادل 30 درهم الواحد، لان بزاف الاخوات ما كيعرفوش عليا ملي كنهضر بالاورو كيقول لا اكرام هضرنا بالدرهم. المهم اخواتي شريت هادوما، وفي نفس الوقت شريت لهم هذا الطبيصل هذا اوبال ديالو نفس خويغو، ها هو كما كتلاحظوا معايا، حتى هو عنده هاد الحاشيه في الذهبي، هذا كيجي في الوسط. وشريت جوج من هادو غارقين كيجيو هكذا، مثلا هنا تقدر تعمل شي حويته صغيره ولا لي سالاد، وهنا حتى هنا تعمل لي سالاد ولا لي سالاد دي فروي ولا اي شلاده عندنا. المهم انا غنوريكم غير المشتريات، ومن بعد غنعمل لكم كلشي في الطابله وتشوفوهم كيفاش كيجيو وكيفاش كيجيو متولين. وطبعا كما قلت لكم ندمت نهار اللي مشيت عملت لكم واحد الجوله في كاريفور، الحاجه الوحيده اللي بقات فيا وما شريتها شي هما هاد الطويجنات هادو ستيتوين. هادو ما كان خصني مربعين الصراحه، وملي رجعت ما جبرتهمش مربعين، جبرت غير هادو مدورين، حتى هما مزيونين وجاو فنين في الحطه. واحد الاخت قالت لي اكرام هادو شنو نقدروا نقدموا فيهم، هادو كيقدروا يدخلوا الفرن اختي، تقدر تعمل فيهم غراتان بين دي بيدواليس يعني فردي، مكرونه بالبيشاميل، تقدر مثلا تقدم فيهم شوربه الحريره، كيجيو انيقين في الحطه
وكيجيو كيحمقوا. شريت منهم غير أربعة على حسب عدد الاسره اللي عندي في الدار دائما. وشريت هاد نوريكم دابا هاد البلاطو هذا بالفران حتى هو عجبني. انا عندي كريستال دجاج وكنت غنشري في البياض، والبياض ما جبرتوش كيفاش، جبرتو غير مربع وعجبني هذا. هذا الثمن ديالو اخواتي، كنظن انا عندي التيكي، بلا تمشي نجيب التيكي نسيت لان كندوخ في الاثمنه. هادو ما صغارين، نتوما عرفتوا الاثمنه ديالهم، هادو صغارين كانوا بجد الاورو، اورو 99 سنتيم، وهذا وقيله اما 10 اما 8. انا غنشوف دابا شحال الثمن ديالو. مزيون عجبني هذا اللون في الرمادي، وطبعا كنحماق على الرمادي ولاحظتوا الصاله ديالي كامله مفرشه بالرمادي. المهم اخواتي هادو المشتريات اللي شريت، وكما قلت لكم بغيت نفرح براسي، وما صراحه ماشي غاليين بزاف بزاف، ماشي شي حاجه طوب اللي يقولوا مثلا شي غلا، في نفس الوقت ماشي رخاص، يعني في المتناول. دائما كنعمل انا ملي كنكون كنصور اغلبيه عندي كلشي في يدي، ولكن هذه المره بغيت نبدل ونعمل المائده ديالي الطاوله المائده ديالي في الدوري او في الذهبي، ويكون عندي واحد الشكل جميل. غنوريكم دابا كيفاش كيجي في الطابله، وغنوري لكم شنو باقي ناقصني خصني نشري لهم. هم اخواتي بالنسبه للطاوله كيجيو مثلا هيدا بهذا الشكل هذا. انا المشكله اللي باقا خصني هي خصني نشري المسا طويل كبير على هذه، لان هذه صغيره على حساب الحجم، ما عنديش اتساع هنايا، غنشري شي وحده كبيره ان شاء الله اللي تكون كتفتح وكتشد. نهار اللي يكونوا معايا الضياف مقربه مني هنايا وفتحه باش تعطيني واحد اتساع ومساحه كبيره، والنهار اللي ما يكونش معايا الضياف مثلا كنشدو كنخليها. فرشت لها الناب هذه كون شريتهم من تركيا، حتى هو مزيون هانتوما كتلاحظوا فيه حتى هو العسلي والدوري. انا غنوري لكم غير واحد المثال بسيط ونوري لكم كيفاش كيجي. المهم اخواتي كتجي هاد الفراشه هي القاعيه، كنزلوا عليها الطويسيل هيدا. باقي كلشي التيكي يعني باقي عندي في الكرتونه، هذيك الساعه ان شاء الله نغسلو ونزول التيكي ديالهم. كنعملوا الطبق الرئيسي من تحت كيكون الحجم ديالو كبير، وهذا الصغير مثلا الشلاضه. نهار اللي كيكونوا عندنا غير جوج الاطباق، عندنا غير الشلاضه مثلا واللحام ولا الدجاج ولا اللوكيسيه، كنعملوا غير جوج الطبيسلات، ولكن نهار اللي كيكونوا عندنا ثلاثه كنزيدوا هادو. ها هما اخواتي كنعملوا هذا القاعي يعني اللي قلت لكم باخا بلاطو، هذا كبيبر وهذا الشلاضه وهذا شي شوربه مثلا، وكيجيو انيقين. ونسيت ما وريت لكم اهم حاجه تاعي عجبتني وشريتهم، ما كانوش عندي الصراحه. وما هادو اخواتي صراحه كانوا عندي منقرين، وكنت كنفتش عليهم ذاهبين، وكنت مره رهبت من المغرب مشيت نفتش عليهم وما جبرتهمش. اغلبيه كاين داك اللون النحاسي ولا داك الذهبي اللي كيكون مايل شويه للروسا، يعني كيعطينا داك اللون شويه غوز، فعجبوني بزاف حتى هما كيجيو مزيونين، غيجيو اونصومبل مع هادوما. ما فيها ما نفتح دابا لان غنخبعهم، لان ما نحتاجهمش دابا، هادو ماشي الاستعمال اليومي. الانسان يفرح براسو اذا جاو عنده الضياف ولا شي مناسبه ولا شي عيد ولا شي حاجه. فالمهم هادو كيما كتشوفوا كيجي دائما المعلقه والطينيدور في جنب والموس في جنب، على حسب حنا الاسبانيول كيعملوا المعلقه والموس على اليمين والطينيدور هذا على الشمال. طبعا وهذه الصغيره ملي كيكون شي بوستري ولا شي حاجه، هادو الثمن ديالهم انا غنقول لكم شحال. هاهو اخواتي الثمن ديالهم كيعملوا 26 الاورو، وبالنسبه ل داك البلاطو الكوباس اللي قلت لكم 17 الاورو نلكاخا، كيجيو 17 اورو 94 نقولوا 18 الاورو، هادو الثمن ديالهم. وبالنسبه لهادو الثمن ديالهم 6 الاورو 5 الاورو و 99، يعني كنعطيكم ديتاي مع الاثمنه وكلشي. فبغيت ننزل لكم الكوبا والكاس كيف كيجي. هم اخواتي نزلت هنايا كوبا هانتوما كتلاحظوا، وكيجي قدام الكاس ديالها هيدا. الصراحه الله المسا صغيره، خصني ضروري شي مسا واسعه باش يقدر يجيو جوج، يعني وحده بغرت وحده، وخصني يبقى لي اتساع في الوسط، لان باش نعمل السنترو ديك الساعه قولوا لي نتوما واش نشري داك الورد اللي كيجي هيدا في الوسط، ولا نشري داك الحاسكات الشمع مذهبين. بقى كنفكر، قولوا لي الراي ديالكم خليوها لي في التعليقات. اما غنعمل داك الورد هيدا كيكون يعني باش كيهرس هاد الكولور الذهبي، يكون مشكل فيه داك الروسا بيبي مخلط شويه، هيدا كيجي هيدا طويل في السنترو هيدا، ما هذا كيجي غير ديكور من بعد كنزولوه
اولا نعمل ديك الحاسكه د الشمع مذهبين وصافي. بغيت نقول لكم علاش اخترت كريستال اخواتي باش يمشيوا لي مع جد خويا كوس، يا اما الذهبي او النقري. كاينين كوبات اخرين عندهم هاد الحاشيه هادي مذهبه، ما بغيتش نشريهم. قلت علاش هادو كريستال في البيض يقدروا يمشيوا لي مع الذهبي مع النقري، عليها اخترتهم اخواتي صافي. وهادو ما اللي قلت لكم كنت غنفتحهم باش ننزلهم حتى هما، ولكن الفكره واضحه. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم. وكما قلت لكم هادو مثلا كيجي واحد هنايا وواحد مثلا هنايا، وهذا كيجي في الوسط بحال شكل هيدا، بحال شكل هيدا في الوسط. يعني ديك الحسكه الشماع اولا ديك الورد كيكون غير ديكور. من الساعه اللي كننزلوا الماكله غنهزهم وغنزلوا الماكله. يعني انا بغيت ندي هادو ما اونصومبل، وباقي خصني سيرفيجيتاس سرابط ان شاء الله غنشريهم في هذا اللون هيدا في الكريمه ولا الذهبي. وخصني نشري لهم حتى داك الخويتمات اللي كيجيو فيهم باش ننزلهم على الطبيصل. يعني هما كاينين بزاف الفورمات ديال السرابط، يا اما نعمل اللي قلت لكم وكنجيو هيدا كيجيو في الطبيصلات، يا اما كتعمل سربيطه هنايا تحت الطبسيل وكتجي هيدا طويله مدليه بحال اللي كيعملوا التريتور اللي هنا في اسبانيا. كاين بزاف ديال الفورمات وكاين بزاف ديال الشكالات وبزاف ديال ايدياس. المهم بغيت غير نشارك معكم الفرحه ديالي. قولوا لي بالصحه زعما شي حاجه كبيره. المهم حنا معروفين الصراحه، نقولوها حنا معروفين بزاف. انسى كيحمقوا على المواعن على القشو على الديكورات، عشقنا الابدي هما هادشي هادو. فدائما الانسان عاش كيخدم وطيح صحته الا باش يفرح راسو. كنبقى نهضر مع راسي ساعه ساعه كنقول علاش ما فرحش راسي، نستاهل. كنبقى نضرب تماره كنبقى نخدم، اللهم الانسان يشري شي حاجه كيفرح بها راسو يفرح بها الحباب. وهادشي هذا والله العظيم شريته بما انا فرحانه به، ولكن في نفس الوقت هيدا نصور شي نهار شي عراطه اذا جاو عندي شي حباب ولا خوتي ولا عملت شي نهار شي حاجه يكون شي مسه في المستوى. ولكن ضروري غنبدل هادي صراحه صغيره، وانا عملت ست الحاجات خصني على الاقل يكون اتساع بين كل طبق وطبق ويكون المسه تكون كبيره ان شاء الله. فهادو هما مشترياتي اخواتي، كنتمنى ان شاء الله ينالوا استحسانكم واعجابكم. ودابا ما علينا غير نختموا الفيديو ان شاء الله. هذا نهاية الفيديو، كنتمنى الفيديو ديالي ينال استحسانكم واعجابكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء اللي كيتعم الفائده، واللي باقي عمره ما شارك في القناه ديالي كنتمنى ان شاء الله تشاركوا فيها بواسطه الضغط على الجرس الاحمر سبسكرايب او افوني. بزاف اخواتي كيقولوا لي كرام ما كيوصلوناش الشعارات ديالك، توحشناك شحال ما شفناك. انا تقريبا كنزل فيديو نهاري نهار لا، اذا غبت كنغيب يومين ثلاث ايام. هذا كيكون غير بان خصكم ترجعوا وتعاودوا تفعلوا الجرس للمره الثانيه، كطفوا ديك الجرس عاود كترجعوا تشعلوه باش كيبقى وصلكم الاشعارات ديالي. كنتظر الراي ديالكم شنو نعمل في الوسط الميسا، واش نشري ديك الشميعات الحاسكه الشمع اللي كتجي عاليه في الذهبي ونشري الشميعات مذهبين، ولا نشري ديك الورد اللي كيجي هايدا طويل كتجي مزيونه كيتباع دابا موجود عندنا هنايا بالالوان. وشنو باقي ناقصني؟ هادوك والسرابط ان شاء الله نشريهم في الكريمه ولا في الدوري، ونشري لهم ديك الخويتمات اللي كيكونوا في وسطهم باش نكمل ان شاء الله المائده ديالي. وكما قلت لكم اخواتي شي حاجه الحمد لله ماشي غاليه بزاف وماشي رخيصه بزاف، ولكن كنفرحوا راسنا ولو بالقليل. شكرا لكم على حسن المتابعه، ما نطولش عليكم. وشكرا على التطبيقات اللي كتخليو دائما في انستغرام، شكرا على التعليقات اللي كتخليو لي دائما. احبكم في الله، وانتظروني مع وصفات جديده ان شاء الله. وان شاء الله اذا بغيتوا شي نهار نعملوا شي لايف للدردشه فلما لا، انا دائما رهن الاشاره. السلام عليكم، تهلاو لي فراسكم.